بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله بنتكلم عن الطريقة الرياضية لتحديد موقع الصورة أمام المرايا الكروية، إذا يعني موقع الصورة لجسم يوضع أمام مرآة كروية، سواء كانت هذه المرآة الكروية مقعرة أو محدبة. إذا وإحنا إلى الآن ما زلنا في المرايا المقعرة، فبنستنتج الطريقة الرياضية لتحديد الموقع. يعني إحنا عرفنا الطريقة الهندسية كيف باتباع شعاعين نستطيع تحديد موقع صورة هذا الجسم، الآن بنستخدم الطريقة الرياضية بدون استخدام الرسومات. الطريقة الرياضية لتحديد مواقع الصور في المرايا الكروية لها قانون معين، هذا القانون نسميه القانون العام للمرايا، وأيضا نسميه القانون العام للمرايا والعدسات، لأنه ينطبق على العدسات وينطبق على المرايا خاصة الكروية. يعني المرايا الكروية والعدسات الكروية قانونهم واحد، نسميه القانون العام للعدسات والمرايا، أو نسميه معادلة المرايا الكروية أو معادلة العدسات. بنشوف هذا القانون أولا، كيف نستنتج هذا القانون؟ في الكتاب ما استنتج القانون، وضع القانون كما هو، لكن كيف نتج هذا القانون؟ في الفيزياء ما في شيء ينتج بالصدفة، لابد يعني من استنتاج معين منا نحصل على هذا القانون، وهذه العلاقات الرياضية اللي تربط بين المتغيرات، بعد الجسم، بعد الصورة، نوع العدس، نوع المرآة، وهكذا. إذا عشان نستنتج القانون، هذه عندي مرآة كروية، يعني لو كملنا الكرة هنا فهذا مركز التكور لها، يعني من هنا إلى هنا هذا هو نصف القطر، فالمسافة هذه من هنا إلى هنا هذه هي نصف القطر اللي بنسميه R، نصف قطر الكرة اللي اقتطعت منها هذه المرآة، ونسميه مركز التكور، مركز تكور المرآة. طيب المسافة من البؤرة إلى المرآة هذا نسميه البعد البؤري، اللي هو F صغيرة. إذن هذا نصف القطر وهذا هو البعد البؤري اللي هو F، هذا البعد البؤري وهذا هو نصف القطر أو مركز التكور. طيب لو وضعنا جسم هنا خلف مركز التكور، فإن صورته تتكون كما عرفنا في حالات الصور، إنه صورته تتكون بين مركز التكور والبؤرة. طيب الآن بناخذ شعاعين، لكن غير الشعاعين اللي أخذناهم في تحديد مواقع الصور. باخذ شعاع يعني يبدأ من رأس الجسم ويسقط عند هذه النقطة، يعني باخذ الشعاع هذا من رأس الجسم إلى هذه النقطة. إذن هذا الشعاع الساقط، هذه زاوية السقوط، معناته زاوية الانكسار نفسها تساوي نفس زاوية الانكسار، فيكون عندي شعاع منعكس، عفوا زاوية الانعكاس، فيكون عندي شعاع منعكس بهذا الاتجاه، والزاوية هذه هي أيضا الزاوية ثيتا. الشعاع الثاني اللي بناخذه هو الشعاع الذي يمر بمركز التكور، دائما الشعاع الذي يسقط مارا بمركز التكور هذا ينعكس على نفسه، لأن زاوية السقوط بتصير صفر، دائما أي شعاع يسقط مارا بمركز التكور ينعكس على نفسه، يعني هذا الشعاع الساقط وبعدين يصطدم في المرآة وينعكس على نفسه، لأن زاوية السقوط صفر، دائما اللي يمر في مركز التكور يساوي صفر. إذا الآن بسمي هذا طول الجسم اللي هو H O، الصورة حتكون تقع هنا، الآن الصورة هذا رأس الصورة، فالصورة تكون هنا وقاعدتها على المحور الرئيس، ويصير هذا هو طول الصورة. إذا المسافة الآن، المسافة من هنا إلى هنا، يعني هذه المسافة من هنا إلى هنا أسميها بعد الصورة اللي هو دي آي، والمسافة من هنا إلى هنا هذه بعد الجسم اللي هو دي أو.
طيب ممتاز. الآن لو أخذت هذا المثلث، هذا، فالزاوية هذه ثيتا، وهذا الارتفاع h، وهذه المسافة هي دي او. فيصير لو أخذ ظل يعني التان لهذه الزاوية، الميل يعني ميل هذا المستقيم، هي عبارة عن تان الزاوية ثيتا إذا أخذتها هنا. فدائما التان هو عبارة عن المقابل على المجاور، المقابل اللي هو عندي طول الجسم على المجاور للزاوية اللي هو بعد الجسم عن المرآة. أيضا عندي الزاوية هذه وعندي هذا المثلث، الزاوية هذه هي نفس الزاوية هذه، فيصير عندي تان ثيتا لها، تان لهذه الزاوية اللي مساوية لهذه. فالآن التان ثيتا هنا والتان ثيتا هنا متساويين لأنهم لهم نفس الزاوية، فهذه تساوي المقابل اللي هو بعد الصورة، ونلاحظ أنه بعد الصورة اتجاهها بالسالب، فنقول أنها تساوي سالب HI مقسوما على المجاور اللي هو من هنا إلى هنا اللي هو يساوي بعد الصورة، إذا DI. الآن هذا مساوي هذا، معناته هذا يساوي هذا، إذا من هنا نقول أنه HO اللي هو طول الصورة على بعد الجسم عن المرآة، طول الجسم على بعد الجسم عن المرآة يساوي سالب طول الصورة على بعد الصورة عن المرآة. إذا هذا هو قانوننا الأول. أقدر أخلي الإتش مع بعض والدي مع بعض، فيصير عندي يعني لو قسمت على HO وقسمت أيضا وضربت أيضا في DI، فلو قسمت على HO بتروح من هنا وتطلع هنا، فيصير عندي إنه HI أو سالب HI على HO هذا يساوي، بعدين أضرب في DI يروح من هنا ويظهر هنا، فهو عبارة عن DI على DO. إذا هذا هو القانون، هذا هو نفس هذا، نفسهم متساويين الاثنين، لكن هنا بترتيب وهنا بترتيب. أنا خليت الإتشات مع بعض هنا والدي مع بعض، نفس الطريقة يعني عملية جبرية بسيطة نحصل على هذا. طيب الآن بأخذ هذا المثلث وهذا المثلث، الزاوية هذه بسميها ألفا، والزاوية هذه هي نفسها لأنها متقابلين بالرأس، معناته هذه الزاوية ألفا، هذه الزاوية نفسها وهذه الزاوية نفسها. إذا بأخذ التان لهذه الزاوية وأخذ التان لهذه الزاوية، فيصير عندي تان ألفا، تان ألفا إذا أخذت المثلث هذا هو عبارة عن المقابل على المجاور، المقابل اللي هو HO اللي هو طول الجسم على هذا المقدار. طيب هذا المقدار ايش يساوي؟ لاحظ هنا انه من هنا الى هنا هذا نصف القطر، ومن هنا الى هنا هذا بعد الجسم، معناته انه المسافة هذه هي عبارة عن بعد الجسم مطروحا منها نصف القطر. اذا اقول انها عبارة عن DO ناقص R، يعني هذه المسافة هي بعد الجسم عن المرآة، لو شلت منها نصف القطر يبقى عندي هذه اللي هو المجاور للزاوية ثيتا. طيب الآن بنروح لهذا المثلث وبناخذ تان ألفا أيضا، لاحظ أنه الألفا هنا هي نفس الألفا، الزاوية هنا هي نفس الزاوية هنا، معناته أنه تان لهذه الزاوية هو نفس التان لهذه الزاوية، إذا أيضا يساوي المقابل على المجاور، المقابل هنا هو HI ويكون بالسالب أيضا لأنه تحت HI، بعدين هذا اللي هو المجاور، لاحظ من هنا إلى هنا هذا نصف القطر، ومن هنا إلى هنا هذا بعد الصورة، إذا هذه المسافة هي عبارة عن نصف القطر كامل مشيولا منه مطروحا منه بعد الصورة عن المرآة، فيصير عندي R اللي هو نصف القطر، نصف قطر القطر تكور المرآة ناقص يعني نص قطر الكرة اللي اقتطعنا منها المرآة ناقص h ناقص قلنا بعد الصورة، بعد نصف القطر مطروحة منها بعد الصورة، إذا DI، إذا هذا يساوي هذا، معناته هذا يساوي هذا، فيصير عندي HO على DO ناقص R هذا يساوي هذا، يساوي ناقص
اتش اي على ار ناقص دي اي. الان بخلي الاتش مع الاتش اي والاتش او مقسومين على بعض عشان يساوون هذا هنا، فيصير عملية حسابية بسيطة. اضرب هنا في، انا ابغى اتش او اخليها تحت، معناته اقسم على اتش او، فيصير هنا ناقص اتش اي على اتش او قسمت عليها. بعدين اتخلص من هذا اضرب عليه، معناته بيروح فوق، معناته بيصير دي او ناقص ار على هذا اللي هو ار ناقص دي اي. جميل. اذا هذا المقدار هو هنا، معناته يساوي هذا، فيصير عندي بدل ما اكتب هذا بكتب قيمته اللي هنا دي اي على دي او، هذا يساوي دي او ناقص ار على ار ناقص دي اي. الان اضرب طرفين في وسطين، نلاحظ هنا اي من جميل تمام. طيب نضرب طرفين في وسطين الان، فاضرب هذا هنا واضرب هذا هنا، فيصير عندي لما نضرب الطرفين في الوسطين يصير دي اي مضروبا في ار ناقص دي اي، هذا يساوي بعدين نضرب هذا هنا دي او يصير دي او ناقص ار. هنا في غلط، احنا قسمنا على الاتش او عشان تصير تحت فصارت تحت، بعدين المفروض نضربه في هذا، هذا نضرب فيه عشان نتخلص منه فيطلع فوق، فاللي فوق هنا هو الار اي ار ناقص دي اي، نضرب فيه يطلع فوق وهذا يبقى زي ما هو. احنا تخلصنا من هذا خلينا تحت قسمنا عليه، فيصير عندي دي او ناقص ار. اذا طرفين في وسطين هذول، اضرب طرفين في وسطين فيصير اتش او في هذا، اذا اتش او في ار ناقص دي اي يساوي او الاتش او والدي او الاتش اي ناقص اتش اي على اتش او هي دي اي على دي او، يعني معناتها تساوي بدل هذه بنكتب دي اي على دي او، فيصير الان نضرب طرفين في وسط هذا في هذا، يعني بدل ما نضرب في اتش او نقول دي او، بعدين هذا يساوي نضرب هذا في هذا فيصير دي اي مضروبا في دي او ناقص ار، نفك هذه الاقواس فيصير دي او ار ناقص دي او دي اي يساوي دي اي دي او ناقص ار دي اي. اذا نلاحظ هنا انه هذه الكميه وهذه الكميه متساويين، هذه شرطه سالبه، معناته لو نقلت الطرف الثاني بيصير بالموجب، معناته الكميه هذه بتصير ثنتين، واخذ هذا وديه الطرف الثاني بيصير ايضا بالموجب، فيصير عندي دي او ار، بعدين انقل هذا الطرف الثاني يصير بالموجب دي اي ار، بعدين هذا انقل الطرف الثاني بيصير دي او دي اي زائد دي دي اي دي او، يعني يساوي 2 دي اي دي او. الان اقسم الطرفين على دي اي دي او، كل الاطراف اقسم على دي اي دي او، وهنا على دي اي دي او، وهنا على دي اي دي او، فيصير الدي اي والدي او يروحون مع بعض هنا، يصير الدي اي يروح مع الدي اي يبقى عندي دي او، بعدين يصير الدي او يروح مع الدي او ويبقى عندي الدي اي، فيصير الان الار هذه ممكن اقسم عليها بس خلها بعدين، اذا بيصير عندي ار على دي اي زائد ار على دي او يساوي 2. اتخلص من الار اقسم على الار، كل هذه المعادله اقسمها على الار، فيروح الار من هنا ويروح الار من هنا ويظهر لي هنا، فيختفون من هنا ويظهر الار هنا، اذا يصبح تصبح المعادله الان 1 على دي اي زائد 1 على دي او يساوي 2 على ار. طيب احنا عرفنا قلنا انه هذه الار هذا هو نصف القطر، وقلنا انه البعد البوري هو نصف القطر، دائما نصف القطر تنصف نقطة، هذه النقطة هي البؤرة، دائما تقع بالمنتصف بين المرآة والبعد البؤري، معناته انه ضعف البعد البؤري هو نصف القطر، نص القطر هو البعد البؤري، فالبعد البؤري يساوي R على 2،
لو قلبت ال R على 2 لازم أقلب هذه معها، فيصير عندي إنه 2 على R قلبت، خليت البسط في المقام، هذا المفروض واحد اللي المقامه واحد، فإذا قلبناه بيساوي واحد على F. إذا هنا 2 على R هي واحد على F، فمعناتها تساوي 2 R على 2 على R هي واحد على F. فتصير المعادلة إنه واحد على F اللي هو واحد على البعد البؤري يساوي واحد على دي اي اللي هو بعد الصورة زائد واحد على دي او. وهذه هي المعادلة، معادلة المرايا الكروية ومعادلة العدسات ايضا، نسميها القانون العام للعدسات والمرايا، او نسميه قانون المرايا الكروية، وايضا هو قانون العدسات الكروية. طيب اذا استنتجنا القانون، سميناه القانون العام للمرايا والعدسات، او كما هو مسمى في الكتاب معادلة المرايا الكروية، وقلنا انه هو عبارة عن مقلوب البعد البؤري يساوي مقلوب بعد الجسم زائدا مقلوب بعد الصورة. هذا هو معادلة المرايا الكروية والقانون العام للعدسات والمرايا. طيب ليس هذا كل شيء، لابد يكون عندنا قواعد للإشارات. إذا عندنا قواعد الإشارات، وهذه مهمة جدا، قواعد الإشارات عشان ينطبق هذا القانون بشكل صحيح. أولا، إذا كانت المرآة مجمعة يعني مقعرة، المرايا المجمعة للضوء يعني المقعرة، البعد البؤري لها موجب، يعني إذا جينا نعوض هنا يصير موجب. المرايا المفرقة للضوء، المرايا المفرقة للضوء اللي نسميها المحدبة ونجيها إن شاء الله، البعد البؤري لها سالب. يعني إذا كانت مرآة مقعرة، إذا كانت مرآة محدبة وجينا نعوض في المعادلة هنا، نكتب البعد البؤري لها بالسالب. هذا بالنسبة للبعد البؤري. عندنا أيضا إشارات لبعد للصورة. إذا كانت الصورة حقيقية، فإنه بعدها عن المرآة موجب. أما إذا كانت الصورة خيالية أو وهمية، فبعدها عن المرآة نعوض فيه بالسالب، أو إذا طلع بالسالب مثلا نعرف أنها خيالية، إذا حليناها وطلع بالموجب نعرف أنها موجب حقيقية. أيضا ينطبق هذا اللي ينطبق على الصورة، الصور ينطبق على الجسم، لكن الجسم حالات خاصة. الجسم حقيقي، وغالبا أنه جميع الأجسام حقيقية اللي تكون أمام المرايا. الجسم خيالي أو وهمي، متى يكون الجسم وهمي؟ إذا وضعنا مرآة وتكونت عنها صورة، ثم هذه الصورة وضعناها أمام مرآة أخرى، فيصبح الآن جسم بالنسبة للمرآة الثانية، فيكون الجسم خيالي، وهنا يكون الدي أو سالب، وهذه حالات خاصة يعني. نأتي الآن لقانون التكبير، تكبير المرايا. التكبير هو النسبة بين طول الصورة وطول الجسم، فيصير الام اللي هو التكبير، وهذا استنتجناه من هذا عرفناه هنا، يعني لما نقسم طول الصورة على طول الجسم أو بعد الصورة على بعد الجسم نحصل على التكبير، فإذا كانت الصورة أقل من، يعني طول الصورة أقل من طول الجسم، فإنه الناتج هذا يصير أقل من الواحد. إذا كانت الصورة أكبر من الجسم يصير الناتج أكبر من الواحد. فهذا هو قانون التكبير. إذا قانون التكبير يساوي بعد الصورة بعد الصورة على طول الصورة على طول الجسم، أو أنها تساوي سالب بعد الصورة عن المرآة
مقسوما على بعد الجسم عن المرأة. يعني التكبير ممكن نجيبه من طول الصورة وطول الجسم، وممكن نجيبه من بعد الصورة وبعد الجسم. إذن هذه طول الصورة وهنا طول الجسم، هنا بعد الصورة وهنا بعد الجسم. ونلاحظ أنه في إشارة، يعني نقدر أنه التكبير يساوي هذا أو التكبير يساوي هذا أو هذا يساوي هذا، كلهم صحيح. يعني نكتب التكبير يساوي HI على HO، أو أنه التكبير يساوي سالب DI على DO، أو أنه HI على HO تساوي سالب DI على DO. كل هذا الكلام ناتج من هنا. طيب الآن صفات الصورة من خلال هذا القانون. إذا كانت الدي اي طلعت بالموجب معناته الصورة حقيقية، وإذا طلعت بالسالب معناته الصورة خيالية أو وهمية. إذا من القانون هذا نقدر نعرف صفة واحدة من صفات الصورة. من القانون هذا نعرف صفتين، من قانون التكبير نعرف صفتين. فإذا كان التكبير أو قواعد إشارات التكبير، فإذا كان M موجب هذا يعني أن الصورة معتدلة، الصورة معتدلة. إذا كان التكبير سالب هذا يعني أن الصورة مقلوبة. إذا كان M أكبر من الواحد معناته الصورة مكبرة. إذا كان M أقل من الواحد معناته الصورة مصغرة. باقي عندنا إذا كان M يساوي واحد معناته الصورة مساوية لطول الجسم، الصورة بنفس طول الجسم. إذن هذه القواعد مهمة جدا نعرفها عشان من خلالها نستطيع تحديد صفات صورة الصورة المتكونة. إذن صفة واحدة نجدها من هذا القانون، وصفتين نجدها من قانون التكبير، يعني سواء كان هذا أو هذا قوانين التكبير. فهذا كل شيء عن المرايا.